أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم سيكون بعنوان الهمزة في أول الكلمة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ولكن أصدقائي، دعونا بداية نتعرف إلى الهدف التعليمي لهذا الدرس، أن يتعرف التلميذ على أشكال الهمزة في أول الكلمة. فهيا بنا. والآن عزيزي الطالب، تأمل معي الأمثلة التالية. ألوان، ألوان. الصورة الثانية، أناناس، أناناس. إذن عزيزي الطالب، هنا قمنا بوضع الهمزة فوق الألف لأنها جاءت مفتوحة، حيث قمنا بوضع الفتحة على الألف. ألوان، أناناس. جاءت هنا الهمزة مفتوحة وكتبت فوق الألف. والآن عزيزي، تأمل معي الأمثلة التالية. أذن، أذن، أذن. أخت، أخت، أخت. إذن عزيزي الطالب، كتبت الهمزة هنا فوق الألف وقد حركت بالضمة. إذن جاءت هنا الألف ووضعنا فوقها الهمزة وهي مضمومة. تأمل معي الأمثلة التالية. إيه؟ إبريق، إبريق. إيجاص، إيجاص. انتبه معي، هنا قمنا بوضع الهمزة تحت الألف وقد حركت بالكسرة. إبريق، إيجاص. إذن أصدقائي، نستنتج من هذا كله، تكتب الهمزة المضمومة أو المفتوحة في أول الكلمة فوق الألف. مثال على ذلك، أم، أنا. أما إذا كانت مكسورة فتكتب تحت الألف. مثال على ذلك، إن، إلى. والآن عزيزي الطالب، اكتب الهمزة المناسبة مكان الفراغ، الهمزة المفتوحة والمضمومة والمكسورة. تأمل معي الصورة التالية. ماذا لدينا هنا؟ فكر جيدا ثم أجب. أحسنتم، إيوزة، إيوزة. إذن الهمزة هنا مكسورة وكتبت تحت الألف، إيوزة. ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ أحسنتم، أستاذ، أستاذ. إذن هنا الهمزة مضمومة وتكتب فوق الألف، أستاذ، أستاذ. والآن أصدقائي، انتهى درسنا لهذا اليوم. أرجو منكم القيام بحل ورقة العمل وإرسالها لي. دمتم بخير وإلى اللقاء. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس، الرجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.